بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا اجعلنا رافعين بجد وعزم وثبات راياتك رايات الإسلام. يا ربنا يا رب الآلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار لنفس العدوان. ناخذ الآية التالية، أي 40 من سورة الرعد، لتونير ذي ثوندر. وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم، حياة الرسول عليه السلام، ربي وعده أشياء مشيرة وأشياء أخرى لم يعد، ما يعرفش هل مشتاق مدة حياته الفريدة عليه الصلاة والسلام، أو بعد أن يتوفاه الله ويلحقه بذاته سبحانه وتعالى، وهو نعم الرفيق سبحانه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، بعض الذي نعدهم، شوف الرفق إليه، شوف اللطف، وعدك منا يوريك بعض الذي نعدهم، موعدهم اللي مشد صحيح الكفر والمكر والإفساد والعرض، مش يأتي شوية هنا وغادي العذاب الأكبر. النبي عليه الصلاة والسلام مش مشيرة كل صنوف الوعيد الإلهي، لا، وهذه من رحمتي ومن حكمتي، هذا حاجة أبواب تفتح، وبحثوا ما شاء الله لكم من صنوف البحث والسلام.